تقول الحقيقة الطبية إن الصيام سبب رئيسي لطول العمر، وهناك كتب ألفها أناس غير مسلمين وجدوا بنتيجة أبحاثهم أن الأشخاص الذين يصومون بانتظام ولفترات محددة من السنة يعيشون أكثر من أولئك الذين لا يصومون أبدا. وسبحان الله الذي فرض علينا الصيام فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.